ما عم تزبط. ما عم تزبط منك يا وائل، قلنا لك روح جيب لنا منتج جديد بدال هذا المنتج اللي بطل. طيب شو عم تحكي انت؟ شو بدها؟ دقيقة شوي، شو هلا وقت الكوميديا تبعها؟ ايه بيتحمل المشهد هي تبع الفرن. وهي القهوة صارت جاهزة. اجت بوقتها. سلمت يداك يا لارا. الله يسلمك، ممكن اعرف انت وياه شو مشكلتكم هلا وليش مكتئبين؟ مكتئبين لانه ما في مصاري. ما عم تزبط. يعني كل شيء جاهز، والله العظيم عم تقولوا لي طاقة سلبية، هي مشكلتكم مصاري؟ أساسية، كيف بدنا نتحرك بلا مصاري؟ طبعا مصاري. هي مشكلتكم. شرفوا، هي مصاري. أنت من عندك المصاري؟ أنت شو بدك من عندي؟ مو أنت بدك مصاري؟ خلص هي مصاري. يا عيني عليك يا عن جد برافو. هذا مو مثال؟ بلا. لارا. يا استاذ وسام بدنا نكمل، خليني اروح المهم على المصاري ويا هيك.